ويدي تشمشم ليه انت؟ قول له والله العظيم لو جيرمان شيبرد بياكل ما ياكلش كده. انا اخر مره شفت واحد بياكل كده كان في الفيلم بتاع شله يدي انها سليمه. كانت سليمه. دي فيه واضح ان روح الدعابه عندك قويه. بالراحه بالراحه بالراحه، الوكل مش هيطير. بس الحمام ممكن يطير. لا لا لا، بقول لك ايه، بقول لك ايه، اسمعني اسمعني، انا غلطان، سالت ضربه جزمه اللي شجعتك وقلت لك روح الدعابه، كان زي الزفت، ما تقولهاش تاني. شوري شوري. ايه ده؟ انت بتزغرت ولا بتعزف جنون ولا؟ ما خلاص 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 كفايه، فضحتنا. ايه كبير في ايه؟ وايه اللي في ايه؟ ايه شغل السحالي ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انت بما انك سفير، طب ما تعمل اشتغالك ده يعني كيفك يونت، خلي كل واحد من الشعب يديك دولار، ممكن تجمع شويه حلوين. انا لو خدت من كل نفر في دولتنا دولار هيكون معي 12 دولار بس. يا اقعم ربربة، هو انت 12 نفر؟ اه دي حموره ميكروباص طالع رمسيس عندنا. جزيرتنا كبير، جزيرتنا 12 كيلو متر، كل كيلو في نفر، عشان كده عددنا مش بيزيد. بس اطمن، قبل ما اجي على هنا كان في واحدة حامل. لا دقيقة، عملتها كيف دي؟ ده كل واحد على بعد كيلو. عندنا عداء ماراثون جري من منطقة واحد لمنطقة ستة، وهناك حصلت خلاص المعجزة. ما هي معجزة فعلا فعلا، جري ستة كيلو وبقيت حامل، حافظ على الواد ده يعني، حافظ عليه وبقوا يشغلوه طلوقة. فكرتني كبير، لازم اطمن عليها. يا مين دي؟ خالتك؟ الحامل. حامل ايه يا ابني؟ استاذني الكبير، شقن كل لو ممكن ربنا ما يرقد لك جته ولا تركب كاريته وتجيب من العيال خمسه وسته. انت هتغني راب؟ اعمل لك بيت بايدي ولا عايز ايه انت؟ لو ممكن بس تفتح لي بقعه حاره وتظبط هدمتي. ايه بقعة حارة دي؟ بقعة حارة كبير، دي شقنة شقنة تانية وتففك اسنانك. بقعة حارة كبير، بقعة انت تفتح لي بقعة حارة، انا استقبل بقعة حارة يجي لي انترنت. بقعة حارة هتظبط؟ اه والله العظيم عجبتني، فيها اعتزاز باللغة، اعتزازك بالقومية العربية، وتقول هي بس يعني مش كل حاجة يعني تترجم حرفي يعني، ولا تبقى شغلانة زرقاء. ما ترجمش كل حاجة. ها ايه ده؟ هو دي لا مؤاخذة يعني، انت عايز بقعة حرة عشان ده؟ اه هتشغل فيه ايه دي بالبقعة الحرة؟ واتساب. ده فيه واتساب؟ ده فيه واتساب، امسك.